السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ هنبدأ مع بعض ان شاء الله جزء جديد اسمه الريجليتورز. اتكلمنا مع بعض ان الترميدة ان شاء الله عندنا بعض من انواع المنشآت الخاصة. كان اول نوع اسمه كنترول ستراكشر، منشآت التحكم، وقلنا ان منشآت التحكم فيها منشئين، الهضار والانطرة. عرفنا الهضار، عرفنا الهيدروليك ديزاين بتاع الأقدار، الاستراكشر ستابيليتي والاستراكشر ديزاين للأقدار، وعرفنا ازاي نفرض الجيومتري بروفايل وازاي نشيك على كل الهيدروليك ديزاين والاستراكشر بحيث ان الأقدار يكون عندي سيف. واتكلمنا على البركوليشن جزء كبير جدا. اي حد عنده استفسار يقدر يدخل يسألني في اي وقت. ان شاء الله النهارده هنبدأ جزء جديد اسمه الريجليتور، او بمعنى صح ببساطه جدا حاجه اسمها الانطره. ايه هي الانطره يا باشمهندسين؟ الانطره ببساطه جدا عباره عن بوابه بتحطها في طريق المجرى المائي بحيث تقدر تتحكم في المنسوب بتاعه. بمعنى ان انت عندك الميه ماشيه كده، فانا عايز اتحكم في منسوب الميه في الجزء ده اللي هو الداون ستريم، فبقوم جاي حاطط بوابه. البوابه دي اقدر انزلها للاخر فخلي منسوب الميه ما يوصلش اصلا، يعني الميه ما تعديش، او اقدر افتحها فخلي المية تعدي واقدر اتحكم في المية بسهولة جدا. عشان كده الريجليتور هو تاني منشأ تحكم. ليه؟ لانه ببساطة جدا بيقدر يسيطر لي على التصرفات. طيب الريجليتور ليه اكتر من مسمى، يعني ممكن تلاقي اسمها سلايس جيت، يعني البوابة المنزلقة لانها في الاول والاخر بوابة، او ممكن تلاقي اسمها البارادج. طيب ايه الفرق ما بين البارادج والريجليتور؟ والله يا باشمهندسين مفيش فرق. لو الانطرة كانت موجودة على مجرى مائي رئيسي زي نهر النيل مثلا، فبنسميها من ريجليتور لبرج بس كده، لكن في الآخر الاتنين نفس الديزاين ونفس الكونسبت ونفس كل حاجة. طيب أنا عندي كام نوع ريجليتور؟ عندي كتير، بس المهم بالنسبة لي النوعين دول، الانترميديات ريجليتور والهيد ريجليتور. الهيد ريجليتور تستخدم في بداية المجاري المائية عشان تتحكم في التصرف اللي داخل جوه المجرى المائي. طيب الانترميديات ريجليتور، الانترميديت ريجليتور عشان تتحكم في المجرى المائي، في التصرف في المجرى المائي، وكمان عشان توزع لي الميه للقنوات الجانبيه. يبقى الهيد ريجليتور اللي هي انطره الفم، والانترميديت ريجليتور اللي هي الانطره الوسطيه. الهيد ريجليتور بتقام في بدايه المجاري المائيه عشان اقدر اتحكم في التصرف اللي داخل للمجرى المائي، انما الانترميديت ريجليتور بحطها عشان اقدر اتحكم في منسوب الميه اللي ماشي في الترعه دي، وكمان عشان اقدر اتحكم في الميه اللي هتدخل جوه الترعه الفرعيه اللي هو بتخدم الترعه الرئيسيه دي. تمام. طيب هل في فرق ما بين الانطره والهضار؟ يا باشمهندس انت بتقول ان الاثنين منشآت تحكم، طيب ما خلاص اعمل هضار وخلاص. لا، في فرق شاسع ما بين الانطره والهضار، وفي فرق جوهري كمان. اول حاجه بقول لك الانطره تقدر تتحكم في المناسيب اكتر من الهضار. ليه؟ لان ببساطه جدا يا باشمهندس انا لو قفلت البوابه انا ما خليتش المايه تعدي اصلا، فدي ميزه مش موجوده في الهضار. المايه كده كده هتعدي من الهضار. انا اقدر اصمم على هيد معين لكن ما اقدرش اقول ان المايه مش هتعدي. تاني حاجه، لو حصل فيضان، والله يا باشمهندس لو حصل فيضان فالهضار هو كتله خرسانيه في اتجاه المايه، فمع الوقت هيحصل له نحر وتاكل. انما الانطره لو انا فتحت البوابه للاخر فانا خليت المجرى المائي سالك، بمعنى صح ان انا سبت المياه تعدي بدون اي تاثير على البوابات. بعد كده بيقول لك في ترسبات بتحصل خلف الهضار، الترسبات دي ما بقدرش اتخلص منها. يعني ايه؟ يعني لما تعمل هضار كده المياه عماله تعمل سيلتنج. سيلتنج ده ترسيب، سيلتنج في الاب ستريم. طيب ده مع الوقت انت محتاج تشيله لانه بيقلل لك في العمق الفعال للميه. طيب في الانطره لا، انا لو حصل الترسبات دي بمجرد ما افتح البوابه الميه هتجري، هتاخد الترسبات دي في اتجاه سريانها. كمان الانطره غالبا تستخدم في الميول الافقيه، لو كان ميل بسيط او افقي اقدر استخدم انطره. ليه؟ عشان لما اجي افتح واقفل البوابه يبقى في سيطره على الميه كويسه. طيب لو كان الهضار، لا الهضار يستخدم في حاله الاراضي ذات الميول الكبيره زي منطقه الفيوم مثلا. انا ممكن استخدم انطره بس بشروط معينه. تمام. طيب انا مطلوب مني ايه يا باشمهندس في الريجليتور؟ زي اللي اتطلب منك في الهضار بالظبط، مطلوب منك هيدروليك ديزاين ومطلوب منك استراكشر ديزاين. الهيدروليك ديزاين للريجليتور يا باشمهندسين
هو شبه الكوبري بالظبط. الهيدروليك ديزاين شبه الكوبري بالظبط، مفيش اي اختلاف، بس بنزود حاجه كده عشان الكود كان مزودها في الانطره. يعني انا كنت بقول لك في الكوبري عندي ايه؟ عندي اول حاجه يا باشمهندس شيك لي على الفلوستي، شيك على السرعه. طيب بعد ما شيك على السرعه، والله يا هندسه هات لي الان والاس، نمبر اوف فينتس اند سبان اوف ايتش فينت. طيب بعد كده كنت بقول لك شيك لي على الكونتراكشن، وبعد كده شيك لي على الهيدنج اب. لا، هنزود هنا حاجه اسمها تليجيومتري. فيبقى الهيدروليك ديزاين يا جماعه عباره عن اربع خطوات مهمين جدا. اول حاجه الفلوستي، تاني حاجه الفلوستي بنجيب منها الان والاس، تاني حاجه الجيومتري. الجيومتري ان انا شايك على العرض بتاع القاع المجرى المائي بعد ما احط الحيطان، انا هيبقى عندي وينج وول يمين وشمال وبغلف النص. طيب عرض القاع ده التدقيق فيه هيبقى قد ايه، وهل التدقيق ده مسموح ولا لا. بعد كده رقم ثلاثة الكونتراكشن، التدقيق في المساحه، ما بتكلمش على دلوقتي على التدقيق في العرض، المساحه بتاع الميه هتضيق بمقدار قد ايه. اخر حاجه تشيك هيدنج اب، طبعا لما انت بتحط الحيطان فبيحصل فواقد ما بين امام وخلف المنشأ، فانا محتاج احسب الهيدنج اب اللي هيحصل ده. ده بالنسبه لي بنسميه الهيدروليك ديزاين، وهنتكلم عنه ان شاء الله النهارده بالتفصيل. هنزود على الهيدروليك ديزاين بس يا جماعه حاجه هنسميها الهيدروليك جامب اللي بتحصل في حاله القناطر. طيب الاستراكشر ديزاين يا باشمهندسين، الاستراكشر ديزاين ده ببساطه جدا ببساطه جدا هو زي اي استراكشر ديزاين في الدنيا. هتفرض امبيريكال دايمنشن، عندك بير وابارتمنت وفلور وجيتس، تمام. المفروض ان انا هصمم دول كلهم. اللي مطلوب عندك في المنهج انك تصمم البير في اتجاه الطولي والعرضي البغله، وانك تصمم الفلور في الاتجاه الطولي والعرضي. طيب البير هنعرف ان هي تصميمها سهل وجميل ان شاء الله، بس هيبقى في كيس فلودنج كتير كده، فمحتاجين نبقى يعني ايه تكونوا ضاربين شاي كده وقهوه يوم ما نيجي نشرح البير ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنشرح الجزء بتاع الهيدروليك ديزاين، بكره ان شاء الله يعني المره الجايه ان شاء الله هنشرح الجزء بتاع الاستراكشر ديزاين الخاص بالفلور في الاتجاه الطولي، وبعد كده هنشرح الفلور مع البير في الاتجاه العرضي، تمام. نبدا باذن الله ونقول الهيدروليك ديزاين للقنطره. الشكل اللي قدامك ده شكل البلان في حاله وجود القناطر. اللي قدامك ده طبعا غالبا القنطره يا جماعه بتبقى مصحوبه بكوبري في 90%، 90% من منشآت القناطر هتلاقي ان انا بعمل كوبري. ليه اعمل كوبري؟ لان ببساطه يا باشمهندسين انا عايز حاجه اقدر من خلالها احرك ونش عشان اشيل البوابه. البوابه دي في الاخر تقل. انت لو بتتكلم عرض المجرى المائي 5 متر وارتفاعه 5 متر وسمك الحديد ده 2 مللي ولا 3 مللي، اضرب الثلاثه دول في 7850، ده حمل. فانا محتاج وينش اثبته، اثبت الوينش فين؟ فالوينش بيبقى الاجهزه بتاعته اللي بتتحرك بتبقى على الكوبري، فغالبا اهميه الكوبري ده كده، حتى لو الكوبري، حتى لو انا مش محتاج الكوبري هعمل كوبري. تمام؟ فاللي قدامك ده الشكل بتاع البلان للانطره. اللي قدامك ده الايديال، ان انت تعمل فتحتين قبل وفتحتين بعد. طيب اللي بيتعمل في الحقيقه مش كده. اللي بيتعمل في الحقيقه بيبقى فتحتين قبل وفتحه واحده بعد. طيب ايه لازمتهم يا باشمهندس؟ انت بتقول لي ان هي في الاخر بوابه واحده، انت ليه بتعمل ثلاث فتحات كده وثلاث فتحات كده وعمال تكلف نفسك؟ في الاخر يا جماعه انا بستخدم بوابه، بمعنى ان دول مش موجودين ودول مش موجودين ودي مش موجودة ودي مش موجودة. يعني هندسة في الآخر أنا بستخدم البوابة دي، طبعا بوابة أو بوابتين حسب إن أو إس، تمام. يعني في الآخر هي دي. طيب إيه اللي بيخليني أكتر في الفتحات؟ الإمرجنسي، بمعنى لو أنت يا باشمهندس حصل مشكلة في الفتحة دي، المفروض البوابة دي فيها هنا فتحة وهنا فتحة اسمها جروفز، والبوابة دي موجودة في الجروفز بتطلع وتنزل خلالها. لو حصل مشكلة في الفتحة دي وفي الفتحة دي اللي أنا بتكلم عليها دي اسمها المين جروف، يعني الفتحة أو البوابة الرئيسية دي المين. والله هندسة أنا مضطر إن أنا أشيل البوابة دي والبوابة دي
واحطهم في فتحات احتياطيه او بنسميها فتحات طوارئ، فيبقى فتحات طوارئ هي الفتحتين دول. طيب نفترض برضو مع الوقت حصل مشكله، طيب يا باشمهندس لو حصل مشكله وانا بصلح الجروف دي والجروف دي والبوابه كانت هنا، طيب حصل هنا مشكله في الجروف دي، طيب في الحاله دي هشيل الأمطرة؟ طيب نفترض ان انت كنت عايز تتحكم في الميه، فبيقول لك خلاص هنعمل كمان هنا جروف اسمها امرجنسي. يبقى في الأمطرة يا جماعه انا عندي فتحتين امرجنسي، يعني ايه جروفز امرجنسي؟ اللي هي دي ودي، دي الغيها خلاص ما عادش ليها لازمه، دي مش موجوده، احنا ما بنتكلمش على الحاله دي خالص، هي واحده هنا وواحده هنا، وعندي حاله واحده رئيسيه اللي هي المين جروف، عشان لو حصل مشكله فيها نقدر نتصرف بسرعه وما يبقاش فيه مشكله كبيره جدا. تمام، زي ما قلت لك الشكل اللي قدامك ده، ده الشكل الايديال بالنسبه لاي انطره، بيتكون من وينج وولز يمين وشمال، انطره اسف اللي هو بغله وسطيه او بغلتين حسب ان واس، وعندي كوبري كمان زي ما انتم شايفين كده. طيب انا مطلوب مني في الهيدروليك ديزاين اجيب ان واس، بس بشرط يسيفوا لي فيلوسيتي، يسيفوا لي جيومتري، يسيفوا لي كونتراكشن، ويسيفوا لي هيدنج اب. فتعال نشوف خطوه خطوه ازاي هنسيف الكلام ده. بيقول لك ببساطه جدا يا باشمهندسين في التشيك فيلوسيتي ان الفي ار او الفي ريجليتور بتتراوح ما بين 1 و2 متر على الثانيه. على فكره الرقم ده مفروض متغير طبقا لتغير نوع الريجليتور، لو كانت سمول ريجليتور بيبقى من 1 ل 1.5، لو كانت بيج ريجليتور من 2 من 1 ل 2، طيب لو كانت بارج من 1 ل 2.5، طيب احنا هنعمل ايه يا باشمهندس؟ لا احنا بنوحد الحل، فنقول ان الريجليتور طبقا للكود المفروض ان السرعه تكون من 1 ل 2. تمام، طيب الريكومنديشن يا باشمهندسين، الريكومنديشن ان الفي ار تكون اكبر من 2 في داون ستريم واقل من 3 في داون ستريم. تاني يبقى الفي ار من 1 ل 2 متر على الثانيه، ده شرط الكود. طيب الريكومنديشن من 2 في داون ستريم ل 3 في داون ستريم، طبعا انا هفترض الفي ار رقم ما بينهم وما يزيدش عن 2 وما يقلش عن 1، واجيب الان والاس. طيب الاريا داون ستريم، طبعا القطاع بتاعك غالبا بيبقى قطاع شبه منحرف، فالاريا داون ستريم بتساوي بي واي زائد زد واي تربيع، يبقى الفي داون ستريم بتساوي كيو على الاريا داون ستريم. طيب يا هندسه في المساله بتاعي ما كانش مديني الكيو، وكان مديني ايه؟ مديني معامل مانينج، مديني الميل بتاع القاع وشويه تفاصيل كده. لو كان مديك الكلام ده يا جماعه هنلجأ لحاجه اسمها قوانين مانينج لحساب التصرف. الكيو بتساوي 1 على ان ار اس تلتين اس اس نص في الاي، 1 على ان ار اس تلتين اس اس نص في الاي. الان معامل مانينج للخشونه، الار الهيدروليك راديوس بيساوي الاريا على البي، البي اللي هو الووتد بارامتر، الووتد بارامتر في حاله القطاع الترابيزويدال بيساوي ايه؟ بي زائد 2 الواي جذر الزد تربيع زائد الواحد. يبقى كيو بتساوي 1 على ان ار اللي هي الهيدروليك راديوس اللي هي بتساوي ايه على بي؟ اس اللي هو الميل بتاع القاع، لو كان مديك الميل بسنتيمتر على الكيلومتر بنضرب في 10 اس سالب 5. في الاريا اللي انت لسه حاسبها بي واي زائد زد واي تربيع، يبقى انا كده جبت التصرف. لو جبت التصرف اقدر ادخل اجيب الفي داون ستريم، واقدر اجيب الفي ار بناء على الفي داون ستريم زي ما قلت لك من الريكومنديشن من 2 ل 3، وافترض ان الفي ار ما بين الواحد والاثنين، واحسب الفي واحسب الان والاس، او الان والاس بتساوي الكيو بتساوي الاي ار في الفي ار. الاي ار دي بالنسبه لي اللي هي بتساوي ايه؟ ان في اس في الواي داون ستريم بتساوي كيو على الفي ار. معايا التصرف لسه حاسبه، الفي ار انا لسه فرضه، لما فرضت الفي ار وحسبت الكيو جبت الاي ار، الواي داون ستريم بيبقى جيفن، بقى الان في الاس هو اللي مجهول بالنسبه لي. طيب افرض ان واجيب اس، فبيقول لك ان انت هتفرض ان بواحد وتجيب اس بتساوي كام؟ ان باتنين وهكذا. فبيقول لك ان انا عندي انواع للريجليتور، السمول ريجليتور او السمول كانال عموما، يعني بنقول ان احنا هناخد الاس من 1 ل 3 متر، ما تزيدش عن 3 متر. طيب لو كان عندي مين كانال، لو مين كانال من 3 ل 6 متر ما تزودهاش عن 5 متر، ده نصيحه يعني. طيب الريفر، الريفر بقت اسمها بارادج يا جماعه، زي مثلا اسيوط بارادج، عرض الفتحه في اسيوط تقريبا 5.5 او 6 متر، فهي بتبقى من 5 ل 8 متر.
طيب انت بتبقى شغال يا اما في مين كونل يا اما في سمول كونل، فما تزودش في كل الاحوال عن 5 متر. كده انا فرضت جبت كيو، جبت الفي داون ستريم، فرضت الفي ار، جبت الاريا ار، فرضت الان وجبت الاس. تمام. طيب تاني خطوه يا باشمهندسين التشيك جيومتري. التشيك جيومتري هنا يا جماعه يقصد بيها بعد ما تحط المنشأ بتاعك، هيبقى هنا في حيطه وهيبقى هنا في حيطه وهيبقى في النص كده بغله او بغلتين حسب ان واس. فانت المفروض هات لي العرض الصافي. العرض الصافي ده اللي بنسميه ال تي، ال توتال. ال تي بتساوي ان في اس زائد ان ناقص واحد في البي او الار، ايا كان عرض البغله هتسميه ايه. ان في اس انت لسه حاسبه، ان ناقص واحد البي عرض البغله. لو انت لسه ما صممتش فخد عرض البغله مبدئيا 1 متر، يبقى انت معاك ال تي بيساوي ان في اس زائد ان ناقص واحد في بي، يبقى انت جبت ال تي. طيب مفروض العرض التوتال ده لما اشيل البغال والحيطان والكلام الجميل ده مفروض ما يقلش عن كام؟ بيقول لك ان الرقم ده مفروض يكون من 6 من 10 ل 1 من 10 البي، من 6 من 10 ل 1 البي، بمعنى ان هو ما يقلش عن 6 من 10 البي في كل الاحوال، اكبر من 6 من 10 ويوصل للبي. ده كده اسمه تشيك جيومتري، تشيك بسيط بس لازم يتعمل. تشيك كونتراكشن يا باشمهندسين اللي هو الفا. الفا بتساوي ايه؟ اريا داون ستريم اللي انا لسه حاسبه بي واي زائد زد واي تربيع، زائد ناقص الاريا ووتر واي اللي انت لسه حاسبه ان في اس في واي داون ستريم على الاريا داون ستريم. الكلام ده المفروض يكون اقل من او يساوي 50%. طيب لو كان اكبر من 50% كبر الاس. ما انت لما تكبر الاس هنا يبقى انت بتقلل النسبه دي، يبقى كبر الاس عشان تزود الاريا ووتر واي وتقلل النسبه دي. اخر حاجه اللي تشيك هيدنج اب، اعتقد ان الكلام واضح ان هو شبه الكوبري، مفيش اي فرق بينهم. تشيك هيدنج اب يا باشمهندسين بيقول لك اللي تشيك هيدنج اب ان الهيدنج اب بيساوي الفي داون ستريم سكوير على 2 جي سي سكوير، اريا داون ستريم على الاريا ووتر واي كل تربيع ناقص واحد. القانون الثاني ده الغيه، هو مش عندك اصلا. المفروض ان القانون ده لو انا عندي تفريعات، يعني ايه عندي تفريعات؟ والله هندسه انت عندك هنا هتحط قنطره ففي تفريعات واحد واثنين، فالمفروض ان انا بحسب سيتا واحد وسيتا اثنين عشان اجيب الهيدنج اب. لكن اللي عندك لا، اللي عندك الحاله الاولانيه بس. والشرط اللي هو 20 سم ده هنخليه 10 سم بس. يعني هو الكود يا جماعه بيقول 20، افتح الكود هتلاقي الكود بيقول 20، لكن الدكتوره مملها لكم 10، يبقى هو 10. يبقى اتش ار بتساوي في داون ستريم سكوير على 2 جي سكوير، اريا داون ستريم على الاريا ووتر ناقص الواحد. الفي داون ستريم اللي هي كيو على الاريا داون ستريم. السي معامل الكونتراكشن بيساوي 72% لو اس اقل من او يساوي 2، 82% لو اس اكبر من 2 واقل من ال 4، اقل من او يساوي 4، وبيساوي 92% لو كان الاس اكبر من 4. تمام. كده جبت ايه؟ كده جبت الهيدنج اب في حاله الانطره، وقلت لك ما يزيدش عن 10. مسائل بسيط جدا عندنا هنشيك عليه ونشوف الدنيا. بيقول لك كان التصرف الكيوب بتساوي 60 متر مكعب على الثانيه. بيقول لك المطلوب منك انك تعمل ديزاين للووتر واي والتليك هيدنج اب كونتراكشن وفلوستي، وتحسب الهيدروليك جامب. والهيدروليك جامب مهمه جدا، دي يعتبر من الهيدروليك ديزاين. طيب هندسه انت مطلوب منك ايه لما تيجي تحل يا باشمهندسين؟ اتمنى انك تحل بالاسلوب ده. تقوم قايل لي كده ستيبس اوف هيدروليك ديزاين. اول حاجه التليك فيلوستي ومنها هنجيب الان والاس. تاني حاجه التليك جيومتري ومنها هجيب ال تي بتساوي من 6 من 10 ل 1 البي. التليك كونتراكشن اللي هي الالفا بتساوي اريا داون ستريم ناقص الاريا ووتر واي على الاريا داون ستريم، والهيدنج اب ما يزيدش عن 10. القطاع بتاعي كان عرض المجرى المائي 15 وارتفاع المياه كان 4 وميل الجانبي كان 3 ل 2. تشيك فيلوستي يا باشمهندس، فانت روح سيب لي الفي داون ستريم. الفي داون ستريم بيساوي كيو على الاريا داون ستريم. طيب اجيب الاريا داون ستريم ازاي؟ بي واي زائد زد واي تربيع 15 في 4 زائد 1.5 في 4 تربيع، يطلع معاك الاريا داون ستريم ب 84 متر مربع. التصرف انا مديهولك في راس المساله ب 60، اقسم لي ال 60 على 84 تطلع الفي داون ستريم ب 0.714. شرط الكود يا باشمهندس 1 ل 2، شرط الريكومنديشن يا باشمهندس 2 في الرقم ده و3 في الرقم ده. فلاقي 2 في الرقم ده
حوالي 1.4 وتلاتة في الرقم ده ب2.1، يبقى ال2.1 دي تتشال وتحط مكانها ال2 وتفرض الفي ار ما بينهم. طيب انا هفرضها كام يا باشمهندس؟ براحتك، افرضها 1.6 1.7. فانا فرضت الفي ار يا باشمهندسين بكام؟ ب1.5، ده الفرض بتاعي الفي ار ب1.5 متر على الثانية. طيب تمام، بدل فرضت الفي ار ب1.5 اروح اجيب على طول الاري ار. الاري ار بتساوي كيو على الفي ار، ال60 على 1.5 ب40 متر مربع. ده بيساوي ايه يا باشمهندس؟ ان في اس في واي داون ستريم، الواي داون ستريم انت مديها لي ب4. طيب ان افترض ان ب1 وهات الاس تطلع ب10، ان ب2 وهات الاس تطلع ب5، ان ب3 وهات الاس تطلع ب3 33، قرب الاس وكبرها. ليه بكبرها؟ عشان ال ال تي والكونتراكشن بالنسبه لي يكون سيف، او زي ما قلت لك عشان تشيك جيومتري، فانت بتكبر عشان كده. فانت خلاص يبقى انا هشتغل على الحالتين دول، يا اما ان ب2 واس ب5، يا اما ان ب3 واس ب4. فانا خدت الحاله الثالثه اشتغلت عليها، ان ب3 واس ب4. مش معنى كده ان الحاله الثانيه غلط، لا انت ممكن تشتغل عليها، بس انا اشتغلت على الحاله دي. انت اللي بتختار زي ما قلت لك. تشيك فيلوستي شايك على السرعه بتاعك. في ار 60 على 3 في 4، الان في اس في الواي داون ستريم تطلع بواحد وربع. واحد يقول لي يا باشمهندس ازاي؟ ده انت بتقول الريكومنديشن طالع بواحد واربعه. يا حبيبي ده شرط ريكومنديشن، بدل الريكومنديشن في الاخر هو بيمثل لي ايه؟ توصيه. شرط الكود من واحد لاتنين، ده اقل من واحد؟ لا، بدل ده من واحد لاتنين يبقى انا تمام والدنيا زي الفل. مفيش حد يقدر يقول لي انت غلط. طيب الجيومتري هندسه كده، انا خلاص الفي ار تمام شيكت، لان انا طب في حد يقول لي هو انا يا باشمهندس ليه شيكت على الفي؟ انا شيكت على الفي لان انا غيرت الاس. طيب لو انت خدت الان والاس زي ما هم، زي ما انت واخد هنا كده، مش محتاج تشيك، لان خلاص الفي ار هتطلع معاك بواحد ونص. الجيومتري ان في اس زائد ان ناقص الواحد في البي، 3 في 4 ان في اس زائد 3 ناقص 1 في 1 يطلع لك ب 14 متر. اقسم 14 على 15 هيطلع لك حوالي 80 او 90%. طيب ده من 6 من 10 لواحد البي، يبقى تمام يا باشمهندس، يبقى كده الدنيا تمام. اللي بعد كده الكونتراكشن، الفا بتساوي اريا داون ستريم ناقص الاريا ووتر واي على الاريا داون ستريم. طيب يا هندسه الاريا داون ستريم انت كنت حاسبها ب 84 في الاول، ايه الاريا ووتر واي ب 48 على 84 تطلع ب 42 و9، اقل من 50%. اوكي تمام. طيب لو كانت اقل هتضطر تزود الاس، بدل ما هي 4 تبقى 4.5. بس خد بالك لما تزود ال 4.5 تشيك على الفيلوستي وتشيك على الجيومتري، لازم تشيك على الاثنين دول. اخر حاجه الهيدنج اب بتساوي في داون ستريم سكوير على 2 جي سي سكوير، اريا داون ستريم على اريا ووتر واي كل ناقص الواحد. الفي داون ستريم كنت مطلعها ب 7 من 10، السي لان الاس ب 4 فتتاخد ب 82 من 100، يطلع معاك طبقا للحاله بتاعت 19 من 100 متر. دي سيف ولا ان سيف؟ ان سيف يا باشمهندس، ما انت كاتب سيف، شرط الكود بيقول 20 واحنا كنا شغالين 20، لكن بيبقى انها ان سيف فهتروح تجرب الحاله الثانيه. او يا باشمهندس انا عندي مشكله. ايه المشكله؟ طيب يا باشمهندس ما تزود لي شويه، يعني ايه؟ بدل الاس كنت واخدها ب 4 ما تخليها 4.5، فتروح تفرض الاس ب 4.5، فطبعا الاريا داون ستريم هتغير وشايك على الفي ار والال تي والالفا، وتروح تشيك على هيدنج اب هتلاقي معظمهم سيف، او اعتقد ان هيطلع كلهم سيف. الفكره في ايه يا جماعه؟ انك بتعيد الفرض مره ثانيه، او انك تفرض الان ب2 والاس ب5 وتروح تشتغل على الفرض الاولاني. تمام. الهيدروليك جامب، الهيدروليك جامب في الانطره مهمه جدا. ليه الهيدروليك جامب يا جماعه في الانطره؟ حاله خاصه جدا. انا لما بحط البوابه دي انا ما بفتحش البوابه كلها، انا بفتح جزء منها. نرجع بالذاكره بقى للترم اللي فات، الترم الاولاني بتاع سنه ثالثه مدني، لما كنت بتدرس حاجه اسمها المايلد سلوب. كنت بقول لك ايه؟ والله هندسه انا عندي منسوب للميه وعندي حاجه اسمها كريتيكال ديبس لاين، فكنت بقسم المناطق لواحد واثنين وثلاثه. فانا بقول لك قبل الانطره الميه عايزه ترتفع، فترتفع بكيرف اسمه ام واحد. طيب هنا بقى والله هندسه هنا انا فتحت البوابه فتحه اقل من الكريتيكال فلو، الفتحه دي اسمها ايه؟ فدي بتعمل لي حاجه اسمها الفينا كونتراكشن. يعني ايه؟ دي زي عقب اللي هو بتاع يا جماعه بيسموها رقبه الازازه. الميه وهي طالعه بيحصل لها انخفاض مسافه بسيطه كده. الايه
دي فتحة البوابة، غالبا فتحة البوابة بناخدها من 20 ل 40 سنتي. تمام؟ طيب الواي فينا دي، الواي اللي حصل لها اختناق، بتقول لك بتحصل على بعد مقداره ايه؟ طيب هي بتساوي ايه يا باشمهندس؟ بتساوي 6 من 10 من الايه؟ يعني لو كانت الايه ب 20 سم فالواي فينا دي بتعتبر 12 سم. لو الواي فينا دي ب 40 يبقى الواي فينا دي بتعتبر الايه ب 40، يبقى الواي فينا دي تعتبر 24. طيب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان مفروض ان الهيدروليك جامب بتحصل بعد مسافه، ال سكارنج المفروض بتتحسب من هنا لحد ما انت ماشي، ده كده ال سكارنج. فال سكارنج المفروض بتساوي ايه؟ ايه زائد كيرف اسمه ام 3 زائد ال جامب. الثلاثه دول لازم اخدهم في الاعتبار، ايه والام 3 والال جامب. اهو ال سكارنج بتساوي ايه زائد ال 3 زائد ال جامب. طيب تمام يا باشمهندس، انا عايز ادرس الهيدروليك جامب ببساطه يا باشمهندس، وما تدخلنيش في ارقام معقده. ببساطه جدا يا جماعه، العمق هنا ده الواي داون ستريم اللي انا ببقى مديهولك في المساله، اهو ده الواي 2. طب يا باشمهندس نرجع كده بس معلش، اهي دي. مش انا دلوقتي لما حطيت هنا الوينج وول ده والوينج وول ده، الحيطه دي بقى قطاع ريكتانجولر، فاقدر اقول ايه يا باشمهندس؟ اقدر اقول ببساطه ان واي 1 على واي 2 بتساوي نص جذر 1 زائد 8 فرويد 2 تربيع ناقص الواحد. طيب ركز معايا عشان ده مهم جدا. فرويد نمبر 2 بيساوي يا باشمهندسين الكلام ده، الكلام ده غلط. لو انت عملته في الامتحان غلط. ليه؟ لان المفروض الهيدروليك جامب يا باشمهندس حصلت خلال جسم المنشأ، يبقى تحسب لي الفرويد نمبر بتاع جسم المنشأ. طيب السرعة خلال جسم المنشأ كانت بكام؟ كانت بواحد وربع، يبقى فرويد نمبر بكام يا باشمهندس؟ مش بسبعة واحد أربعة، لا ده تبقى بواحد وربع. واحد وربع تمام على جذر 9.81 في الواي اللي هي الأربعة دي، تمام ما فيهاش أي مشكلة. يطلع لك واحد وربع، جبت فرويد نمبر 2 ربعه وهات لي الواي 1. طبعا الرقم ده هيتغير، الكلام اللي بقوله ده اللي تسمعه. الفي هي الفي ار، الفي ار لان الهيدروليك جامب بتحصل خلال الانطره، الهيدروليك جامب بتحصل خلال الانطره، يبقى اخد السرعه بتاعتها تمام على الجي في الواي 2، يبقى انا جبت الفرويد نمبر 2 واجيب واي 1 من هنا. تمام؟ طيب يا باشمهندس انا جبت واي 1، طيب ما ال جامب بتساوي ايه؟ 6 ال جامب، ما انا معايا واي 2 ومعايا واي 1، اطرح الاثنين من بعض واضربهم في 6 يطلع معاك الرقم ده، يعني بناء على الارقام بتاعي 24 متر. ايا كان الرقم اللي يطلع معاك، انت خلاص جبت واي 1 ومعاك واي 2، اطرح الاثنين من بعض واضربهم في 6. طيب ال سكارنج زي ما قلت لك بيساوي ايه زائد ال ام 3 زائد ال جامب. الايه ب 2 من 10 اللي هي الفتحه دي، الام 3 المفروض ان هي واي 1 ناقص الواي فينا على الميل الطولي، اللي هي واي 1 دي ناقص الواي فينا دي على الميل الطولي. تمام؟ يبقى انا كده جبت ال جامب من خلال هيدروليك جامب. طب لو عايز اجيب الدلتا ايه؟ واي 2 ناقص واي 1 تكعيب على 4 واي 1 واي 2 لان القطاع مستطيل. طيب لو انا عايز اجيب واي كريتيكال هتساوي الجذر التكعيبي لكيو تربيع على الجي في البي تربيع، وتسال نفسك سؤال، هي البي عرض المجرى المائي ولا ال ال تي؟ لا يا جماعه، في حاله الهيدروليك جامب بتعوض بعرض ال ال تي. ال تي لو الدكتور قالت لكم عوضوا بعرض المجرى المائي تسهيلا للحل هنمشي بكلام الدكتوره، لكن هي في الطبيعي لان كل الكلام ده بيحصل خلال جسم المنشأ، جسم المنشأ نفسه، لان انا بعد البوابه، فبعد البوابه يبقى انا خلال جسم المنشأ، فالمفروض ان القطاع مستطيل والعرض بتاعه ال تي. تمام؟ ان شاء الله هنكتفي بالقدر ده النهارده، وان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن empirical dimension وازاي اقدر ادخل المساله بتاع الانطره عشان اقدر اعمل الهيدروليك ديزاين.